لدي بعض من الوقت لأروي ما حدث. حياتنا وأحلامنا السابقة أصبحت خلفا. زيارة الأولى لحمص في بداية الثورة. شاركا أسامة وأبو عدنان وآخرين العمل الإعلامي في الوقت الذي منع فيه على الجميع نقل ما يحدث في سوريا. خط أفضل ثاني حارس بالقارة الآسيوي، لعبان منتخب شباب سوريا، الحمد لله لعبان شباب كرام. لا قدرة لي على إطلاق الأحكام، هل كان ما فعلناه صوابا؟ وين رايح البلد؟ يعني شو الحل؟ بس مية بحالة والله. ألقي نظرة أخيرة على المكان، قد لا أعبر مجددا، وإن عبرت سيكون ذلك أشد وحشة بدون أحبتي. حمص لا أدري أين. ليك البناية كنت نايم فيها بعد نوم. ابقى بجانبي، عنقني مجددا أطول فترة ممكنة.